السلام عليكم، نرحب بكم ثانيا في مساق أساسيات الطاقة المتجددة. الآن حنتكلم على السولار باور. زي ما حكينا، نعيد بنأكد إنه البرايمري انرجي بوتنشال مضروب في السيستم افشنسي بتعطيني الانرجي ييلد. الآن السولار، هذه خارطة بتبين المناطق اللي ممكن استخدامها بدرجة بكفاءة عالية ل توليد الطاقة الكهربائية أو توليد استغلال الطاقة الشمسية كمصدر للطاقة. الآن بنتكلم على المناطق الحمراء اللي هي زي منطقتنا، المنطقة العربية، هذه من أفضل المناطق لإنتاج الطاقة الشمسية. هاو سولار سيستم وورك، بدي يكون عندي الطريقة الحالية موجودة. بيبقى عندي سيستم، السيستم ممكن ينعمل على سمول سكيل للبيوت او لارجر سكيل. بنتكلم على سولار باركس، السولار بانلز اللي موجودة هان. بتدخل هذه بتعطيني دي سي فولتج او دي سي باور، بتدخل على الانفرتر بتحولها لاي سي. في عندي سويتش بورد بتشبكها على سواء الشبكة الداخلية او الشبكة الخارجية اللي عندي، سواء عبر السمارت ميتر او التيبيكال ميترز الموجودة. الآن لما أتكلم على السولار باور بلانت، يوز وان اوف تو تكنولوجي. ايش هي؟ فوتو فولتكس اللي هي البي في سيستم، يوز سولار بانل ايدر اون روف توب اور ان جراوند ماونتنج سولار فارمز كونفرتنج سان لايت دايركتلي انتو الكتريسيتي. الشغلة الثانية، بتشوفوا احنا في البيوت عندنا بنستخدم ايش؟ الغالبية في النظام القديم نستخدمها المرايا الشمسية الموجودة لايش؟ لتسخين المية. هذه الفكرة، يمكن لو بدنا مية اسخن لاحظتوا احيانا، في لو طلعنا فوق مبنى التعليم المستمر عندنا حنلاحظ هناك في عندي شكل مراية مقعر. الشكل المقعر هذا ايش بتسوي؟ بتوجه أشعة الشمس لنقطة معينة، بتعطيني لو أنا بدي أستخدمها في التسخين بتعطيني مية مستواها أحمى من المية العادية، يعني ممكن توصل لمرحلة الغليان. وهذا بيستخدموها يعني في توليد الكهرباء، استخدام ستيم توربين عشان يولدوا الكهرباء منها. هذه الفكرة أجت عشان نتكلموا فيها على الكونسنتريتد سولار باور، وهذا استغلال هذا الباور بيبقى ايش؟ خلال اوقات الليل، يعني في الليل فيش اضاءة، بس ممكن هذه نبقى مخزنينها على شكل بخار في هذا المجال، ونستخدمه في الليل لتوليد الكهرباء في وقت الذروة. A big share of your annual electricity need, conventional solar PV panels will help meet some of the electricity demand of a building. يمكن بتلاحظوا في الجامعة أن معظم المباني تحولت للسولار، لأنه هذه مش خيار حاليا، لأنه أصبحت إيش اللي عندي؟ السعر تبعها مقارنة بالفاصل فيول صار مجدي، وعلى المدى البعيد بتعطيني خلينا نقول كفاءة أفضل. 1 square meter of silicon solar panel will generate around 150 watt of power on a clear sunny day. That's enough to power a laptop computer. A home solar PV system sized at 20 square meter يعني بيعطيني 3 كيلو وات and well located would generate around 2600 كيلووات اور اوف الكتريستي ا يير. ذات از اوفر 40% اوف ذا افريج انوال الكتريستي ديماند اوف ان اي يو هوم. سولار بي في سيستم ويل ستيل فانكشن اون اوفر كاست دايز ان اي يو اولدو نوت ات ذير ماكسيمم ريتد كاباسيتي. يمكن الكل اللي بيستخدم هذا بيشوف انه حتى في الشتاء في عندنا يعني الطاقة الشمسية بتمشي حالها في هذا المجال. الآن factor that affect the electricity production. The amount of electricity a solar panel will generate depends on a range of factors. These include the hardware chosen,
the size of the system, a geographical location, the direction in which the panels are installed. So هذا يمكن بشكل أساسي حن ندخل في الويند والسولار بتفاصيل أكثر لاحقا في المساق. الآن الـ Energy Potential and Efficiency الـ P للصن بدها تساوي الـ Energy من الصن على الـ على التايم، يعني IE مضروبة في الـ A بتعطيني الـ إيش؟ الـ Energy. الـ E صن بدها تساوي الـ E Radiation ضرب الـ Area. الـ Efficiency للـ System بتعطيني الـ Electricity produced by panels على الـ total energy available from the sun. وعادة لما اجي اطلع على الـ efficiency للخلايا هالايام رينج من 10% تقريبا ل 25% الكفاءة، ولما نيجي على الـ system ككل السولار الرينج تبعه حوالي 15% في هذا المجال. This includes semiconductor conversion efficiency and efficiency of the system components like inverters, batteries and cable. عادة هدول الكفاءة تبعتهم عالية جدا مقارنة بالPV. الPVs هي أقل كفاءة في هذا المجال. الانرجي يلد سولار انرجي از نوتوريوس فور اتس لو كاباسيتي فاكتور. This is because the solar radiation strongly depends on the time of the day and the seasonal fluctuation. لما نيجي نطلع يا مثلا حوالين نص اليوم، يعني عندنا في بلادنا من يعني تقريبا الماكسيمم ناخذهم تقريبا 4 ساعات of good electricity في الصيف في هذا ترو ذا بيك، وهذا حندخل زي ما حكيت في التفاصيل لاحقة، بس هي حوالين الميد دي بناخذ البيك برودكشن، especially in countries far from the equator اللي هي البعيدة هاي دائما مثلا في مناطق الباردة. في حاجتين، عادة كفاءة الخلايا لما تزيد درجة الحرارة بتنقص، وعادة اللي بدك اياه بدك شمس قوية لتصل لها، الشمس القوية بتنتج عنها ايش؟ درجة حرارة عالية، فهي في تبادل، بينما في مناطق الشمال بتلاحظ ايش؟ انه درجة الحرارة منخفضة بس الشمس كمية الشمس مش كثيرة، وهذا التبادل الموجود. برضو اللي بنطلع عليه الكلاودي دايز، برضو هذه مهمة، الكلاود بتعمل انترفيرنس في هذا المجال. شادو والظل، شادو should also be considered since trees and building can cast shadows that strongly influence the performance of solar solar cell. Example, calculate the energy yield and the capacity factor of the Gujarat solar park on the top of the west coast of India, which consists of around 84 large scale projects that currently have a combined nominal capacitance of 1000 ميجاوات. عادة من المشاريع الكبرى على مستوى العالم الآن من الهند والمصر والدول في سباق نحو مين عنده أكبر سولار بارك على مستوى العالم. يمكن في مصر تقريبا ضعف هذا الحجم، الصين أطلعت حاجة 1.5 قبل سنتين، مصر لحقتها أخذت 2 جيجا وات، والعالم في سباق في هذا المجال. The service area of the farm is 2000 hectares، والهكتار اللي هو بيساوي تقريبا 5 دونمات، and it's assumed to have a moderate 15% total PV system efficiency. First we want to determine the annual average energy distance. Therefore, based on the average yearly solar irradiation across India, the park received a high yearly irradiation of 2100 kilowatt hour per square meter. الآن لما نيجي نحسبها في الافيشنسي تبعات هذه بحنلاقيها بتنزل فيها. given يعني هاي ملخص المعلومات اللي عندي. ايش عندي؟ النومينال كاباسيتنس 1000 ميجا وات، الاريا 2000 هكتار، الافيشنسي 15%، يوسفل فاليو ايراد الراديشن عندي 2100 كيلو وات اور بير سكوير متر، الاريا اكتف ده تساوي A ضرب 24%، لانه في مسافات بتنحط
بين الألواح عن بعضها، بحيث إيش إنه ما يعني يصيرش ضلة على بعض. الانرجي ييلد يساوي 15% ضرب الكفاءة اللي عندي ضرب المساحة الموجودة اللي عندي، ال 2000 هكتار، والهكتار بدي يساوي يعني تقريبا هي الهكتار 10 دولومات، والفدان الاربع دولومات، فالهكتار بيساوي 10 دولومات، في هذا حولناها من هكتار لدولوم، والدولوم ايش 1000 متر مربع اللي عندي، وضربنا في الاكتيف اريا فاكتور، فاعطتني قديش 1.512 تيرا وات اور بير دي بير يير. الويند انرجي هاز سيرفيس باور دنسيتي اوف 2 to 3 وات بير سكوير متر. In order to compare with other technology, express the annual generation as the energy per a total area. الآن لو تكلمنا عليها، the energy density is then 1.5 terawatt hour divided by 2000 hectares, which equal to 75 kilowatt hour per square meter per year. Finally, we can calculate the capacity factor. فالكباسيتي فاكتور بناخد الستول كباسيتي اللي عندي 1.5 على الـ هذا الـ يعني الاوتبوت الانرجي ديستنت دنسيتي اللي هي 1.5 على الستول كباسيتي، مقسمها على السنه بتعطيني ايش 17%، وهذه منخفضه مقارنه باللي شفناه قبل في هذا المجال. الآن الشغلة الثانية اللي حكينا عنها اللي هي إيش؟ السولار تيرمال تكنولوجي. هذا إيش بيسوي؟ المرايا بتتجمع وفي عمود بيبقى طويل هذا، وهذا في الليكويد الموجود هذا، فإحنا بدنا الليكويد هذا يصير له هيتنج، والليكويد هذا بتحول لدرجات عالية جدا. الآن المية تخزينها للحرارة مش عالي جدا، فإيش بيستخدمه؟ الملح السائل. الملح السائل يعني انت لما نتكلم هاي درجات الحرارة اللي بتصل في تقريبا حوالين 400 درجة مئوية، وهذا عالية جدا، فالملح السائل هذا يعني بصير سائل وبتخزن فيه الحرارة وبخزنوه للساعات الموجودة عندنا. بعد هيك بنحول هذه الملح السائل او المية اللي صارت بخار بنحولها عبر ستيم انجن لإلكتريسيتي، وبهيك بنقدر يعني نستخدم هذا مش بس كمصدر لتوليد الكهرباء، برضو مصدر لتخزين الطاقة الكهربائية. الآن هذا موجود، بعض الأمثلة موجودة يمكن في صحراء النقب، في واحد من هدول البلانت موجود فيها في هذا المجال، وهذا الشغل عليها آخر سنوات زاد بشكل كبير في هذا المجال. زي ما حكيت يمكن قبل شوية في البداية في البيوت موجود مستخدم هذا من سنين عندنا في قطاع غزة لتسخين المية. الافيشنسي تبعته عادة هذا حوالين من 52 ل 80%، يعني الافيشنسي تبعته عالي. الان كالكوليت دي انرجي ييلد، ناخذ اكزامبل في كاباسيتي اوف جودرات سولار بارك اون ذا توب اوف ذا ويست، نفس الشيء هنا اللي عندي 1000 ميجا وات، السيرفيس اريا 2000 بنفس الشغله. فيرست وي وونت تو ديتيرمين ذا انوال افريج انرجي دنسيتي اللي عندي للبارك الموجود عندي. هاي ملخص الهاي الافيشنسي عندي، هنا حطيناها كام 60% بنفس المعطيات اللي عندي، لقينا ايش الانرجي ييلد هنا بتساوي 1260 كيلو وات اور بير سكوير متر، يعني هذا احسن من النظام السابق. طبعا هذا الحاجات. الان في حاجات تانية نتكلم عليها قبل ما نروح لهاي. العالم بدأ الآن يتكلم يستخدم السولار، لأن السولار هذه بانلز بدك تحطها في مناطق، يعني لما تسوي بارك تاخذ مساحات كبيرة، والمساحات الكبيرة عادة بنستخدم الأرض لإيش؟ للزراعة. يا بدنا نروح للصحراء، والصحراء في عندي مشكلة المناطق الصحراوية، يعني إنه الأتربة كتيرة، وبهذه بدك تنظف الخلايا بشكل مستمر من الأتربة والرمل، لأنه هذا بيساوي
بتقلل الكفاءة تبعت الأجهزة. الناس اللي صاروا يستخدموه الآن صاروا يستخدموا البحار والمحيطات ك يحطوا عليها فلوتينج بي فيز. وطبعا هذه لسه التكنولوجيا ما صارتش سيتلد، يعني لأنه هذه بدها شغل أكثر في هذا المجال. يعني في لسه موضوع ريسيرش وموضوع ايش الادفانتجز والتشالنجز. الادفانتجز انرجي بوتنشال اوف سولار انرجي از مور ذان 1000 ذا افريج جلوبال باور ديماند، ذا موست فليكسيبل ان تيرمز اوف سكيلابيلتي، هي اكثر شيء لانه بنقدر نستخدمها على سمول سكيل زي لجهاز لابتوب او ل بتلاقوها لمبة شارع، او ممكن نستخدمها في البيت او ممكن نستخدمها في مؤسسة في اي شيء. ساوند ايكونوميك انفستمنت لانه الاسعار نزلت سواء للبي فيز او للبطاريات اللي عندي. تشالنجز ديبندنس اون ذا ويذر اند ذا سيزون ويتش ريزلت ان لو كاباسيتي فاكتور، ان دينجر جريد ستابيليتي لانه هذا بتعطيني انترميتنس اوتبوت، جود ويند سايد يعني هذه بنلاحظ عندها السايد تبعاتها بتنافس، يعني بدك تحطها وتوجهها بالاتجاه الصح في هذا المجال، ومش دائما المساحات هذه بتبقى افيلبل. الان جلوبال اوتلوك هذه ذا فاست جروينج انرجي سورس، A recent trend is that every 2 to 3 years the installed capacity doubles. Thermal concentrated solar power only contribute about 3% of this capacity. According to the International Energy Agency, in 2016, PV system around the world would have produced close to 375 terawatt-hour of electrical energy. Global globally per person this results in a daily yield of 137 watt hour per person. Finally, a small PV system for domestic use can have power density ranging from 10 to 25 watt per square meters. Of all renewable energy technology, solar energy therefore requires the smallest service in order to fulfill the global energy demand. وهيك بناخذ بريك وان شاء الله بنكمل محاضرات الاسبوع القادم في الباقي الجزء.